شادي والعصفور. في يوم من أيام الربيع كان الجو معتدلاً والشمس مشرقة والسماء صافية. قام شادي بنزهة في بستان قريب من البيت، وبينما هو يتجول بين الأزهار والأعشاب سمع صوتاً يناديه ويقول: يا شادي، تعال إلي وساعدني. اقترب شادي من مكان الصوت فشاهد عصفوراً يرتجف من الخوف، حمله بين يديه وقال: ما بك أيها العصفور الصغير؟ ماذا تريد مني؟ لماذا لا تطير؟ قال العصفور: جناحي مجروح يا شادي، لا أستطيع أن أطير بجناح واحد، خذني معك إلى بيتك وداوي جرحي. أخذ شادي العصفور إلى البيت، نظف جرحه، وضع عليه دواء، ولف الجناح بضماد أبيض. أحضر قفصا ووضع العصفور فيه وسماه كوكو. بقي كوكو أسبوعا في القفص، وشادي يعتني به، يقدم له الحبوب ليأكل والماء ليشرب، حتى شفي الجرح وصار يحرك جناحيه. فقال لشادي: لقد صرت قادرا على الطيران، وأحب أن أحلق في الفضاء. فتح شادي باب القفص وقال لصديقه العصفور: اذهب يا كوكو وساعد غيرك كما ساعدتك. ودع كوكو شادي وقال له: ما ألطفك يا صديقي. ثم رفرف بجناحيه مسرورا وطار فوق الحقول والبساتين والأنهار والأودية، وشاهد رفاقه العصافير تغرد على الأشجار وترفرف في الفضاء. انخفض كوكو قليلا نحو الأرض فشاهد سلحفاة مقلوبة على ظهرها، اقترب منها فوجدها تحرك أرجلها في الفضاء وهي على وشك السقوط في الهاوية. حاول قلبها على بطنها فلم يقدر، ارتفع في الفضاء ونادى رفاقه العصافير وطلب منها أن تهبط معه إلى الأرض. تعاون الجميع وقلبوا السلحفاة، فأخذت تمشي وقالت للعصافير: شكرا يا أصدقائي، لن أنسى هذه المساعدة التي قدمتموها لي أبداً.